ما وقع في مدينة الكموني أو لا سيدي علا البحراوي يعني اللي هز كاع المغاربة يعني باش نوصلوا عندنا لدرجة الحريق وتحرق بنت لمدة ديال 30 دقيقة والناس تشوف فيها وتا واحد ما نقدها وعيطوا على الوقاية المدنية ما جات حتى شي واحد حتى واحد ما تحمل المسؤولية وجا في مشاو الناس ديال المدينة مشاو لعندهم لقاوهم لابسين الشورطات وتيلعبوا الكارطة فين بغاو يجيو قال لهم ودي السيتيرنا عندنا راه حنا ما فيهاش الماء هذا تيدل على ان هاد المسؤولين عندنا في هاد البلاد هذا تيقوموا بالسياسة ديال الاستهتار بحق ديال المواطنين هاد الوقاية المدنية هادي شكون اللي تيخلصها من غير الضرائب ديال الشعب الشعب هو اللي تيخلصها هاد الناس ديال الكموني راه هما الا ما كانتش هاد الوقايه المدنيه ولا ما كانش ولاد الشعب علاش تكون هاد الوقايه المدنيه الا كانت هاد الوقايه المدنيه كاينه ولكن بلا ما تهز الهم وتكون في الوقت المناسب في الحدث المناسب بالنسبه للكموني غتكون خاصها تكون حاضره علاش تكون كاع يعني ما وقع في الكموني واللي وقع في مراكش واللي وقع في الدار البيضاء ديال البوليسي اللي قتل جوج مغاربه واللي وقع في مكناس الطفل اللي تغتصب واللي وقع في الرباط حنان اللي تغتصبات هادشي كلشي ما يمكنش نفرقوا على بعضياتهم هادشي كله اللي خصنا نعرفوا هي انها الحكومه والدوله المخزنيه ديال هاد البلاد لانها تتلجع للسياسه ديال الاستهتار ما مسوقاش تتغلي المعيشه تغلي عليك الماء والضو تتغلي كل شيء يعني كل شيء عندها غالي الا القيمه والكرامه ديال المواطن عندها رخيصه القيمه والكرامه ديال المواطن اللي رخيصه هيبه بوحدها تقتلات بالعافيه ولكن الشعب المغربي كله شعل فيه العافيه يعني الشعب المغربي كامل تتقهر بالزياده في المواد الغذائيه تتقهر بالسياسه ديال التعليم اللي عندنا في البلاد السياسه ديال التعليم اللي تيتضرب فيها الاستاذ والتلميذ تيتضرب فيها الاستاذ الجامعي وتيتضرب فيها الطالب اللي ما تعطوناش شباب اللي يقدر انه يكون واعي وجدير بالمسؤوليه من بعد اللي تيخلقوا فينا اللي تخلق فينا الروح ديال المواطنه الحقيقيه بالاضافه الى التعليم تنضيفوا الصحه وحنا تنشوفوا قدام البرلمان او في الرباط 70,000 استاذ متعاقد كيفاش جات لهم البومبيه كيفاش جرات عليهم بالرشاشات ديال الماء هاد الرشاشات ديال الماء كيفاش كانت هاد الرشاشه ديال الماء اللي تقسل فيها الاب الحجيلي الاب ديال الاستاذه المتعاقده هذوك الاساتذه اللي تيقريو وليداتنا قدرتو تجيبوا لهم البومبيه بالزربه فرمشت عين جبتو ليهم البومبيه وقتلتو وشتتو اللي بغيتو ولكن هبه ما قدرتوش تجيبوا ليها البومبيه هبه فين جبتو البومبيه جبتو فيها رشاشه ديال الماء فيها قطيره ديال الماء شنو هو هذا الشيء هذا الاستهتار هذا شنو واش المواطن تتمارس عليه هاد السياسه ديال القمع والسياسه ديال اللامبالاه الا كانوا تيحاربونا في التعليم تيحاربونا حتى في الصحه الصحه اللي خصها تكون الصحه ديال الجميع ما كاين لا صحه لا والو المخير فينا يمشي للسبيطار واش يلقى براه هي الاخرى ما يلقاهاش الناس تيولدوا خارج السبيطار العيالات شحال من عيالات تيولدوا برا هذا مشكل عندنا في المغرب ديال الصحه وديال التعليم ديال السكن ديال الشغل خاص الدوله تاخذ المسؤوليه